طلق جديد من قبل ميليشيا الحوثي على أبواب الجنوب يأتي ضمن أحداث أخرى تشهدها مناطق جنوبية، حيث تدور المواجهة اليوم في مديرية المسيمير التابعة لمحافظة لحج. قبل هذا التقدم العسكري للحوثيين بصمت كبير من قبل الرئاسة وهيئة الأركان والحكومة. ليس هناك اهتمام بسقوط هذه الجبهات العسكرية بيد الميليشيا مجدداً، وليس هناك ما يمكن أن ينبئ عن تحرك عاجل لتحديد أماكن الخلل، أو هكذا يبدو. من جهته طالب رئيس مجلس النواب المنتخب حديثاً سلطان البركاني بإجراء تحقيق في كيفية سقوط هذه الجبهات، ونحن هنا نتساءل لماذا تتعامل الحكومة بهذا الشكل مع هذه التطورات العسكرية التي تتبعها مأساة إنسانية كبيرة، ومن الذي خذل المقاومة وألوية الجيش الوطني بتلك المناطق أكثر من مرة؟ لماذا تتراجع الشرعية بعد 4 أعوام من الحرب التي بدت فيها الطرف الأقدر على الحسم؟ ذلك السؤال المر الذي بات يحتل أحاديث اليمنيين أينما اجتمعوا على مأساة بلادهم. الإجابة على مثل هذا التساؤل دوما ما تحيلك إلى واقع أكثر مرارة، بدايته ضعف الشرعية وارتهانها للخارج والإقليم، وليس نهايته أطماع التحالف السعودي والإمارات التي باتت أهدافه الخفية تحكم وتتحكم بالمشهد اليمني سلما وحربا. عندما يصعر التاريخ خده لبلد ما ويحيله إلى ما هي عليه اليمن الآن من الانكشاف والمأساة والتهديد الوجودي، فإن من ينتشلها من هكذا مأساة عادة ما يكونون رجالاً بحجم المرحلة وقساوة الظرف، وذلك ما لم يتأتى لليمنيين الذين انتظروا من الرئيس هادي أن يفاجئهم ورسموا لتلك المفاجآت سيناريوهات عديدة من النصر. حتى عندما ذهب الرئيس هادي إلى الرياض مستعيناً بدعم الحلفاء، رأوا فيه أكثر مما رأى الفرنسيون بديغول وهو يعيد فرنسا المسحوقة انطلاقاً من لندن. لكن تلك الرؤية وهي آخر آمال من يشاهدون بلدهم تغرق في حرب الميليشيا الانقلابية اصطدمت بعقم الرجل وصمته الذي هو أبعد ما يكون عن صمت الحليم. وبدلاً من أن يأتي الرجل على رأس جيش التحرير، فقد أضاف على عاتق اليمنيين معركة أخرى، وهي معركة استنطاق الرئيس الصامت الذي تخلى عن كل مسؤوليات تقع على عاتقه وتمسك بمسمى الرئيس وامتيازاته المالية والإدارية، الذي استغلها أيضا في جلب رجالات من على شاكلته يعتبون على الحرب والسياسة التي أبعدتهم عن هواياتهم وشغفهم وحالميتهم. وما أسوأ عتاب الفاشل، يقول اليمنيون، الذين نالوا من مر خذلان الشرعية مثل ما نالوا من علقم الميليشيا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ علوم سياسية بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، إذا سقطت العود لناعم، الحشا أيضا، أصبح الحوثيون في المسيمير، لم تتخذ الحكومة أي موقف، لم يصدر حتى تعليق ولا من رئيس الحكومة ولا من الرئيس هادي، ما هو سر هذا الصمت؟ ما الذي يجب أن يقال؟ لو عكسنا السؤال، يعني لأنه نحن لا نتحدث عن التوابع، نتحدث عن صانع القرار. لماذا التحالف لم يتخذ القرار؟ نحن أمام سلطة تابعة خانعة، بمعنى أنه أنا قلتها في أكثر من مرة، يعني أنه تم إضعافها تدريجياً، رئيس الجمهورية استلم مرتباته وإقامته من السعودية، رئيس البرلمان والبرلمان من السعودية، الحراك الجنوبي من الإمارات، جماعة المهرة ومش عارف وين من عمان، حتى المحللين السياسيين يتموضعون وفقا لمن يعني للصراع الإقليمي، وبالتالي خطابهم يتناسب مع من يدعم. هنا نحن أمام مشكل كبير للغاية. أصبح يعني من يصنع القرار أو من يصنع يعيد تغيير الجغرافيا لا سلطة شرعية، ولا البرلمان الذي طرد من سيون، ولا البرلمان الذي تحت حماية السعودية.
يعني لم يستطيع هذا البرلمان، احنا كلنا مع عقد جلسة البرلمان، لكن هذا البرلمان لم يعقد في العاصمة المؤقتة، لم يستطيع أن يبقى في جلسة مفتوحة، تم الضغوط لإخراجه من سيئون ولا الأحزاب السياسية. نحن أمام تبعية مطلقة سلطوية بكل مؤسسة الدولة بما فيها النخب الحزبية والنخب المدنية والمحللين السياسيين، هؤلاء كلنا كل هذه المجموعة تابعة. لذلك هناك مخطط، شوف التأثيث المناطق الجنوبية قد وجد منذ جعل عاصمة يعني العاصمة المؤقتة طاردة لأبناء الشمال، طاردة للسلطة الشرعية من خلال إيجاد مؤسسة مدنية وعسكرية بديلة للجيش الوطني. الآن ما الذي يحدث في الخطوط؟ هناك عنصرين. العنصر الأول، ستلاحظ الحديث أنه أبناء المناطق الجنوبية يسمعون الآن ويصل لهم أن هناك مشايخ سلموا للحوثيين، وأن هناك من ترك الحوثيين يتقدمون باتجاه المناطق الجنوبية، وهذا مدروس، لأنه تلاحظ الآن المعارك كلها في الخط الفاصل بين الشمال والجنوب. هنا لنا عنصرين. العنصر الأول أنه الأبناء المناطق الجنوبية يشعرون أن الإمارات دول التحالف هي الحامية لهم وليس سلطة شرعية، يعني أنه سيتدخلون في, 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 في توقيت محدد، لنقل شريحة واسعة من أبناء هذه المناطق، يعني أثناء الضغط والحرب وهذه الكوارث يغيب العقل مع ما يسمى بتدفق معلومات، ويعني وسائل اتصال، أعلام، ما يسمى بتضليل الرأي العام بمعلومات، أنه هؤلاء يعني مثلا نشوف، لم أحد يتحدث قبل دخول الحوثيين 2011 أنه أبناء تعز وقفوا بصدور عارية لتأخير وصول الحوثيين. الآن بيكون الحديث أنه في مشايخ سلموا وباعوا، وهذا البيع والتنازل مش ناتج أنهم باعوا، ناتج أنه دول التحالف لم تمنحهم بالسلاح، لم تدعمهم، لم تقوم بتغطية. هذا سيخلق ما يسمى يعني بالمساحة النفسية والاجتماعية. شوف، أخطر شيء بين الدول ما يسمى بالمناطق الحدودية، يصبح الانفصال اجتماعي ونفسي، في نفور، يعني أنت فقط بحاجة حتى لو جبت جيش، لكن شعبيا في نفور وفي يعني عامل نفسي واجتماعي لعدم قبول الآخر، بالتالي أنت ستقسم جغرافيا. زمان صالح كان يقوم بعملية في القبيطة في المناطق هذه، لماذا؟ يريد أن يخلق في المناطق التخومية نزاع بحيث يتحكم بالاثنين. الآن العمليات تعز والعمليات في المناطق المحادة سيجعلون الحوثيين يتقدمون، وفي لحظة ما ستدخل التحالف العربي يقول للجنوبيين نحن من نحقق لكم الانفصال، نحن من نحكي يعني نوفر لكم الحماية، وبالتالي سيدهرون الحوثيين إلى خط الفاصل بين الشمال والجنوب. هذا الخط الفاصل سيكون خطا فاصلا ليس فقط يعني بقوة السلاح، يعني هنا أركز على الكلام، ليس بقوة السلاح، لأنه زمان بتلاحظ أنه كان في يعني العلاقات الاجتماعية، الزواج، القرب، الآن بيكون هناك فصل اجتماعي ونفسي بين المواطنين، لأنه هؤلاء خانونا، تركوا الحوثيين يتقدموا، وسيغذوا هذا الكلام أنه الشيخ فلان باع والشيخ فلان باع وهذه القبيلة، بينما القبائل تستميت في الحدود وهناك من لا يقدم لها السلاح ولا يقدم لها التغطية القوية. طيب يعني هل تشعر في هذا السياق أن هناك بقي عنصر، ربما في حديثك أن تحدثت عن عنصرين، لكن هناك نقطة أخرى فيما يتعلق بلماذا، يعني هل الشرعية بما أن هناك من يبدو أنه لا يقدم هذه الأسلحة ولا يقدم هذا الدعم اللوجستي في هذه المناطق التي تسقط الآن، لماذا يحدث ذلك؟
هل هي إرادة من قبل الشرعية أم هو عدم فعل؟ يعني لا تقوم الشرعية بشيء. أعود وأكرر، الشرعية عبارة عن مجموعة شخصيات تابعة، ليس كلام في مغالاة، ولا أنا عندي موقف من الشرعية، أنا مع الشرعية، أنا مع الشرعية، ولن نتخلى عن الشرعية، لكن هذه الشرعية مجموعة شخصيات متمسكين بها البديل الحوثي. لكن نحن نتحدث عن تبعية، الذي يدير الملف اليمني جغرافيا والذي سلم كل ذلك، هذه السلطة الشرعية، هي التي تركت الإماراتيين يعملوا أحزمة أمنية ونخب، هي تركت الإماراتيين يسيطروا على ميناء عدن، على مطار عدن، يسيطروا على سوق قطرة، هي اللي تركت الإماراتيين يشكلوا المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية العمومية، هي تركت الإماراتيين يمنحوا السقطريين جنسيات وبطائق إماراتية، هي التي جعلت أبناء المناطق الشمالية مفصولين. بالتالي هذه السلطة العاجزة التي لها 4 سنوات لا يمكن نطلب منها لماذا تتقدمين، يعني نقول إنه هذه السلطة تصمت. أنت إذا كان جيشك يعني يحتاج للسلاح والتغذية، سلاح وتغذية على الدول التحالف، أنت ترك ذلك. إذا كان مارب هم الآن في الحديث يقول لك إنه مارب ستسقط، لم تسمع ذلك، ليش ستسقط؟ إذا رفع الغطاء الباتريوت الإماراتي بالفعل ستقصف مارب، باتريوت اللي يحمي مارب الإمارات، وبالتالي هم إذا أرادوا أن تكون المعركة في المناطق الشمالية سيرفعون الحماية الصاروخية على مارب، وربما لا يرفعون لسبب واحد، لأنه حقول النفط ليس الموضوع متعلق بالأبناء مارب ولا متعلق، إذا كان استطاعوا يحموا الحقول النفط منهم تروح الحوثيين أو ما تروحش بهذا الشكل، سيجعلوا الحوثيين يقصفون مارب وتسقط مارب، لأنه المخطط أن تكون مناطق الشمال مشتعلة، طالما أنه ستوكهولم تبدأ من الحديدة تنتهي بتعز، تبدأ بالحديدة وتنتهي في تعز، نحن أمام يعني قرارات أخرى متعلقة في المناطق الجنوبية ستمر. طبعا يقول لك ما نفذوش، حينفذوا حتى الحوثيين لا تقدموا، وفي هنا خطورة في الكلام، حتى أحيانا واحد يقول لك دع الحوثيين يتقدمون حتى يتعلموا أخواننا في المناطق الجنوبية بأن أبناء تعز وأنهم أخطأوا بحق أبناء المناطق الشمالية، شوف الحوثيين ماذا يفعلون، دعهم يتقدموا بعدين ننقذهم. لا، الحوثيين ممكن يتقدموا ويفك الارتباط. هناك المعركة في اليمن ليست تبع السلطة الشرعية، ولا حتى دول التحالف السعودية والإمارات هي اللاعب الرئيس، نحن أمام صراع دولي صيني روسي بريطاني فرنسي إيراني، شوف عماني، دعنا يعني بلدنا شبوة والمهرة عمان، المنطقة الجنوبية الإمارات، المنطقة الشرقية السعودية، طريق الحرير الصين، روسيا تحب لها نصيب، اللي يلف ماسك الملف ويتقدم على الأمريكان بريطانيا، لأنه الأمريكان مسلمين الملف، والأمريكان بريطانيا تحركوا عن طريق ملف الإرهاب. لذلك ستلاحظ أنت الآن يقول لك ما الذي حدث، الذي حدث أنه سيتركون هذه القوات تتقدم، ثم سيتدخلون في لحظة لاحقة لدحر القوات للخطوط الفاصلة، ليس أكثر من ذلك، للخطوط الفاصلة بين الشمال والجنوب. متى بيتدخلون؟ عندما يصبح الاحتقان والنفور بين الأسر والقبائل والمناطق أصبح نفورا فيها نوع من تحميل خيانة، بمعنى أنتم تركتم الحوثيين، بينما الذي لم يقدم السلاح، وأنا استبعت قبل يومين إلى قاعدة عسكرية يقول اعطونا مدرعات حديثة ليس أكثر ونحن قادرين، واعطونا ما يسمى بالدعم الكامل العسكري ونحن قادرين ندحر الحوثيين. طيب في هذا السياق دعنا ننشك معنا في الحوار مدير أمن محافظة البيضاء المستقيل سيادة العميد أحمد الحميقاني، ورحب بك سيادة العميد معنا في هذه الحلقة. بداية لماذا كانت الاستقالة؟
سيد السؤال. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر بنات بلقيس الذي تتابع أخبار الجبهات دوما، وبالذات أخبار جبهات محافظة البيضاء. وأبلغ أخي العزيز أن جبهات البيضاء هي أكثر الجبهات مظلومية من قبل الأخوة في التحالف وفي الشرعية. جبهات البيضاء هي أول الجبهات التي جابهت الفلول الحوثية والميليشيات الإنقلابية والإجرامية منذ بداية دخولها إلى جبهة أو قرى قيفة، وهي الجبهة الأولى التي حاربت الحوثي في مناطق قيفة الباسلة في أكثر المناطق قبل أن تبدأ عاصفة الحزم، وتلتها كذلك جبهة الوهبية وجبهة ذي نعم آل عمر وجبهة الزاهر آل حميقان وجبهة مكيراس وجبهة الحازمية في الصومعة. جبهات البيضاء هي أكثر الجبهات حتى الآن لم تعطى حقوقها، هي أكثر الجبهات حتى الآن ليس لديها أي محروقات، ليس لديها تفريدة بالسلاح، ليس لديها حتى على مستوى التغذية. جبهات البيضاء حتى الآن أغلبها لم تضم إلى الجيش الوطني، رغم أن هناك قرار جمهوري من فخامة الرئيس المشير عبد الربه منصور هادي بضم جميع المقاومات للجيش الشعبي الجيش الوطني. لذلك حتى الآن أغلب جبهات البيضاء لم ترقم ولم تضم، من حيث أنها جبهات البيضاء هي أول من جابهة الحوثي قبل أن تبدأ عاصفة الحزم، وبالجهود الذاتية أغلب الجبهات بالجهود الذاتية، لا يوجد لها أي تفريدة سلاح ولا يوجد لها أي مؤن ولا يوجد لها من أبسط الإمكانيات. أخي العزيز، في هذا السياق سيادة العميد، عندما يكون هناك تواصل مع الجهات الرسمية، ما هو الرد يكون في سياق تقديم هذه الاحتياجات، تقديم رفع هذه المطالب؟ ما هو الرد من قبل قيادة الجيش، الحكومة الشرعية؟ ما هو الذي يصلكم؟ حياك الله العزيز. أولا كذلك أنا أشتي أبين لك أننا قدمت استقالتي احتجاجا على خذلان مقاومة البيضاء بشكل عام ومقاومة الزاهر آل حميقان وذي نعم بشكل خاص. حاولنا قدر الاستطاعة تقديم أغلب البرقيات قبل أن تصل الميليشيات الحوثية إلى مناطق أو مراكز استراتيجية هامة، منها جبل حلموس الذي يقع بين مديرية ذي نعم آل عمر وبين مديرية الزاهر آل حميقان. هذا الجبل مرتفع ارتفاع شديد، وقبل أن يتم شق الطرق إلى هذا الجبل تم رفع أكثر من 3 برقيات على أساس أنه الميليشيات الحوثية تحاول الصعود وتحاول اقتحام هذا الجبل، لأنه في حالة اقتحام هذا الجبل ستكشف مواقع جبهة آل عمر وبعض مواقع جبهة آل حميقان. وبالفعل لم يستجاب لهذه البرقيات رغم إرسالها إلى أغلب مسؤولي الدولة، وبعد ذلك تم اقتحام هذا الجبل وتم انسحاب مقاومة آل عمر لأنها أصبحت مكشوفة. والآن أكثر من 4 أسبوع كامل والمعارك محتدمة والمعارك طاحنة ما بين ميليشيات الحوثية ومقاومة آل حميقان، وكذلك ضمت إليها مقاومة آل عمر. في أمس نبشرك أنها جاءت كتيبة من الأخوة في المقاومة الجنوبية بقيادة أبو هارون، والآن موجودين وملتحمين مع إخوانهم في مقاومة آل حميقان ومقاومة آل عمر.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. دكتور، لديك تعقيب حول ما تفضل به؟ أنا أعقب على يعني كلام أنه بعض المناطق لأنها مكشوفة تم يا الانسحاب أو يعني تسهيل المرور نظرا لأن السلاح، عدم تكافؤ الأسلحة، عدم تقديم الدعم، أيضا شراسة الحوثيين، بالتالي هذا مدروس. أقول هذا مدروس لأنه الرسالة واضحة أنه الجنوبيين، أبناء المناطق الجنوبية، أنه نحن الإمارات من سنحميكم ونحن من سنوفر لكم الأمن، وبالتالي عليكم أن تسلموا كل شيء لنا. هذا أول رسالة، وهذا خطير بمعنى أنه السلطة الشرعية هذه الغائبة التي ليس لها موقف ولا ناطق رسمي ولا حتى عبد الرب منصور هادي، يعني أنت بعد 4 سنوات الآن يعني حتى تصريح ما الذي يحدث لم يتحدث، رئيس الحكومة لن يتحدث. نحن أمام يعني بعد 4 سنوات الحوثيين تقدموا في 2014 باتجاه المناطق الجنوبية، تم دحرهم والآن يعودون مرة أخرى. دول التحالف 4 سنوات تقصف في بيوتنا وتدمر بنيتنا التحتية وتقصف بالخطأ ونجوع ونحن بدون مرتبات وآلاف اليمنيين يأكلون من برامين القمامة، ثم بعد 4 سنوات الحوثيين يعودون. يعني أنه الأقوى هم الحوثيين، يعني أنتم 4 سنوات تفعلوا، يعني الإمارات بكل أموالها والسعودية بكل أموالها وهذا الجيش الوطني عندكم صنعاء، ما الذي يفعل؟ والحزام الأمني والبنطلون النخبوي ماذا تفعلون؟ يعني أنه ميليشيات تنتمي للقرن 14 تتقدم مرة أخرى في المنطقة الجنوبية، هذا عمل مدروس. السلطة الشرعية لو سمحت، سلطة شرعية ضعيفة وفاقدة للقرار السياسي. أبناء المنطقة الجنوبية سيتوصلون إلى أنهم يسلموا سيادتهم ومقدراتهم للإمارات، لأن نحن وليست السلطة الشرعية قادرة على حمايتكم. المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب ستكون متفجرة ومتخنة بالجراح ومتخنة بشعور الخيانة، لكن لا أحد سيذكر أبناء المناطق الجنوبية بأن هؤلاء في التخوم لم يتركوا الحوثيين ولكن خذلوا من دول التحالف. لن أحد يذكر أبناء المناطق الجنوبية بأن أبناء تعز عندما أخروا وصول الحوثيين وقوات صالح باتجاه الجنوب لم يكونوا جاهزين لمواجهتهم، كانوا عندهم سلاح ومع ذلك صمدوا عند الأمن المركزي وقتلوا، ومع هذا لم يستوعبوا ذلك، والآن سيستمعون إلى هذه الخيانات. لذلك أعتقد أن طيب يعني دكتور المعذرة حتى أعود إلى سيادة العميد وأرجو أن تبقي النقطة لديك. سيادة العميد في هذا السياق، يعني في سياق الحديث عن الدعم وعن يعني التعامل الحكومة الشرعية والسلطة مع احتياجاتكم، هل كان هناك من قبلكم في الفترة الماضية تواصل أو من قبل المقاومة في البيضاء وألوية الجيش تواصل مباشر مع التحالف، أو كان هناك دعم من التحالف وصل إلى المقاومة في البيضاء؟ نعم أخي العزيز، كانت هناك تواصل بين قادة الجبهات في أغلب مناطق البيضاء، و كذلك يعني كان التواصل مع وزارة الدفاع ممثلها برئيس هيئة الأركان، وكان هناك دعم بسيط، لا يعني لا دعم بسيط جدا، لا يصل إلى أن حد يذكر إنه إيش الدعم هذا. كذلك تم التواصل أو مع الأخوة في التحالف في الفترة في الآونة الأخيرة، والذي بدورهم مشكورين دعموا بدعم بسيط لا يكفي حتى لهجمة أو لهجمتين من الضخائر ومن المؤن، لم يقوموا بدعم مثلا يعني عيارات أو لم يقوموا بدعم أسلحة وإنما ضخائر، ويمكن كل جبهة استلمت 4 طقوم أو 5 طقوم بدون أي سلاح يذكر، سلاح مثلا العيارات الذي هي مطلوبة في الجبهات. طيب في هذا السياق ما هو مقبل، يعني ما الذي يعني ما هي الكيفية التي سيتعامل بها المقاومون في البيضاء والأفراد هناك مع التطورات الميدانية التي تحدث على الأرض في ظل ما دفعك إلى هذه الاستقالة؟ بالنسبة للأخوة في الجبهات
فأنا أبشرك وأبشر المشاهدين، هناك صناديد ورجال حتى الآن منذ 4 سنوات وهم صامدين بدعم لا يذكر من الجهات الرسمية. والذي دفعني إلى تقديم استقالتي أننا رفعت أغلب أو أكثر من بردية إلى أغلب مسؤولي الدفاع والداخلية على أساس يعني أقل يعني إبلاغ الأخوة في التحالف بضرورة اشتراك الطيران، لأن هناك معدات أو هناك أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والبي إم بي وأسلحة ثقيلة مدافع وغيرها لا تقوى المقاومة على رد هذه الترسانة من السلاح. طلبنا أكثر من مرة يعني دعم المقاومة بالدعم الإسعافي وكذلك الطيران لضرب هذه الترسانة من المعدات الثقيلة، إلا أنها برجياتنا حتى الآن لم يستجاب لها، ولا وحتى لم نناقش فيها أو مثلا لم تطلب مننا أي إحداثيات. شكرك إذا سيادة العميد أحمد الحميقاني مدير أمن محافظة البيضاء المستقيل. وبكل تأكيد ربما كثير من اليمنيين يعولون على من هم في الجبهات أكثر مما يعولون على غيرهم. شكرا لك مرة أخرى. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي، الآن في سياق أن يعني الحديث، هناك نقطة من النقاط الموضوعة في سياق محاور هذه الحلقة يتعلق في مطالبة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا سلطان البركاني بإجراء تحقيق في كيفية سقوط هذه الجبهات، يتحدث عن جبهات الضالع بالتحديد. هل يمكن أن يحدث ذلك أثرا برأيك؟ البرلمان عقد بحماية سعودية وبدعم سعودي وغادر المكان بضغط إماراتي، وبالتالي هو فاقد للإرادة، كان عليه ألا يغادر، مع أنني مع عقد المجلس ومع وجود المجلس وأؤيد أن تكون لنا سلطة شرعية، لكن عليه ألا يتحدث فقط عن ما يحدث الآن في مجموعة من العناصر. لماذا تعز محاصرة ولم يتم استعادتها وتظلت دبابات سوفيتيل تقصف المواطنين دون قصف؟ لماذا قبائل حجر تركت؟ لماذا جيشنا في تخوم صنعاء؟ لماذا الآن يترك الحوثيين يتحركون؟ هذه مجموعة أسئلة. هناك من يريد هذه الوضعية، يعني كلنا كنخب كعسكريين، حتى أنا مش عسكري لكن التقيت بعسكري، يقول لك انه يعني الحجر الاساس او العنصر الاساسي استعاده تعز هي اول خطوه في استعاده الجمهوريه ورفع معنويه الجبهات. تعز ظلت محاصره وكان الدبابه تقصفها في السفتيل وما دعموهمش، وظلت محاصره ومنهكه والمواطنين يموتون، حوض الغاز، حوض المياه، اضعاف زرع ابو العباس، زرع جماعات. قلنا هذا عنصر. اثنين، في قبائل انتفضت في حجر وتم خذلانها، هذا كله كلام. في جيش وطني عند تخوم صنعاء، في جيش في مارب يظل ينتظر مرتباته، جاء المرتب ما جاش المرتب، جابوا الفول ما جابوش الفول، وفي هناك إفساد للقادة، إفساد بمعنى أنه الجيش يشاهد كبار الضباط لديهم فلل ومصاريف وكذا، هذا يفقدهم القضية الوطنية. إذن وفي هناك، لكن يتحدث عن يعني صمود في الجبهات سيادة العميد الحميقاني. شوف، على الرغم من كل ذلك، على الرغم من هذا الخلاف، أنا لا أحبط، وحتى بكل هذه المؤامرات يستطيع الشعب اليمني أن يدحر عش العنكبوت. الحوثيين عش عنكبوت، صدقني صنعاء ليست مع الحوثيين، الذي مع الحوثيين الإمارات والسعودية. هذا الخذلان هو اللي يخلي الحوثيين يتحركون بهذه القوة. الحوثيين أضعف المواطنين في صنعاء، لو شعروا أن السلطة موجودة أو جيشنا الوطني تقدم باتجاه صنعاء، صدقني لن يبقى سكر زيادة، لن يبقى سيدا كما يقولون، هم يدعون أنهم سادة، لن يبقى أحد منهم في صنعاء، سيغادرون. وكل عقاب الحارات ورؤساء اللجان
سيغيرون وظائفهم. هؤلاء أضعف من عشر ليس لهم قضية، هؤلاء مشروع ما قبل وطني الذي منحهم الآن التوقيت. أصبح الآن نتحدث عن الاثنى عشرية، يتابع الأغاني، تغيير مناهج، سيطرة على الدولة. أنا أقول بعضهم بيستفزوا الآن بيقول لك أنت تتحدث، أقول لك كلما تأخرنا يوم كلما عززنا الحوثيين في اليمن، لكن مهما تعززوا هذا مشروع لن يقبله الشعب اليمني، ولن يستعيدوا الإمامة، ولن تكون الجمهورية اليمنية الإسلامية. يعني طال الوقت أم قصر، لكن هذه العوامل تطول الوقت، تمنحهم وقت، تغير النشأ. بينما المسألة ميليشية من القرن الرابع عشر، جيشنا الوطني إذا ما منح السلاح أو حتى هذا الآن ما يحصل في المناطق الحدودية، لكن هناك مشروع خبيث، هناك مشروع لفك ارتباط المناطق الجنوبية المناطق الشمالية، هناك الآن تعز ما زالت محاصرة يريدون يعني تفجيرها من الداخل، بقاء محافظة خارج المنطقة، مارب سيحدثون بعض الارتباك فيها بحيث أنه الشمال اليمني كامل يرتبك من مارب، هذه المستقرة سترتبك وتعز ترتبك وصنعاء ترتبك، ولكن المناطق الجنوبية الإماراتيين سيتقدمون لوضع خطوط الاجتماعي. بعض الناس قد لا يعني مش أقول لا يدرك، يعني يفتكر أنه كل شيء معركة عسكرية، في معركة نفسية. يعني البرميل اللي يفصل بين الشمال والجنوب ما هوش برميل عسكري، ممكن نكسره هذا السور، كسروا سور ألمانيا. البرميل هو نفسي، والبرميل النفسي أصعب من البرميل الحديد. لكن دكتور يعني في هذه النقطة كان هناك يعني نقاش في الأمن، كان هناك بالأمس كان هناك بعض أحد النشطاء الجنوبيين الذي يتحدث على أن في نهاية المطاف، يعني هو يعني قريب من المجلس الانتقالي إن صح التعبير، يقول في نهاية المطاف الجميع، جميع المواطنين هم يعانون في المناطق الشمالية أو في المناطق الجنوبية إذا حدث انفصال أو غيره، هذا شيء آخر. لكن أنا أتحدث هنا عن تعاطف أيضا، يعني هذه اللحمة لازالت موجودة، لكن هناك عدم وضوح، عدم وجود رؤية سياسية. هذه الأسباب التي نريد أن نعرفها، التي يعني يريد أغلب اليمنيون معرفة لماذا يحدث ذلك الآن، هذا كيف يمكن تجاوزه. واضح الكلام، هذا تصريح شخصي للناشط. نحن أمام ما يسمى إدارة حياة يومية. المواطن في الجنوب ما لهش دعوة، ما يقدرش يفكر سياسيا ولا هو عنده وقت للتحليل السياسي. هناك دولة يعني مسيطرة على مقدراته، هناك حزام أمني، نخب، سجن، قمع، سلطة غائبة. أمام غياب السلطة المواطن يبحث عن أي حماية، سواء كانت قبلية مناطقية أو حتى إماراتية عربية. طبيعي جدا، هذا بعلم الاجتماع يعني يسمونه اللاشعور السياسي. عندما تفشل الدولة نصبح قبليين ومناطقيين. طبيعي، لأنه الذي يوفر لك الحماية يمارس عليك جبر، يعني في ممارسة يسموها جبر المواطنين على الخضوع للاشعور القبلي، يعني الرابط القبلي والمناطق، أنه يوفر لك حماية، لأن الدولة ما تحميكش. الدولة مش موجودة في عدن ولا موجودة في تعز، يعني بالتالي وبالذات في عدن من موجود حزب أمن الإمارات. بالتالي هم يريدون الآن التأثيف النفسي والاستعداد النفسي. طبعا ما لهمش علاقة، في مواطنين يمنيين وحدويين، لكن نحن نتحدث عن الذي يهيمن، الذي يهيمن مجموعة من الشخصيات المرتزقة، عيدروس، شلال، هادي بن بريك، ومحافظة حضرموت، والجماعة هذول المستفيدين ماليا اللي عندهم بعض الأسر، أسرهم رهائن في الإمارات، الذين يعني رهنوا يعني مصالحهم الشخصية سبقت الوطن. لهم الحق يطالبوا فك الارتباط، لهم الحق يطالبوا بأنه عدن مستقلة، ونحن الشماليين نعتبر إسرائيليين. لكن السياسي يعرف، نحن يعتبر نحن الشمال إسرائيل، إحنا صهاينة وهم ما هم الصهاينة، متفقين. المنطق والعقل يقول في لدينا خصم، لدينا تهديد، ربما الصهاينة وهذول العرب الطيبين الكل نذهب في الجحيم. في سياسة تقول إن إحنا
نميز بين التكتيكي والاستراتيجي. يعني انه لا يمكن لك ان تتخلص يعني تتحدث عن امه عربيه واسلاميه وكذا وانت مش قادر تقبل اخوك اليمني، وانت عارف انه في اطماع صينيه وفي اطماع روسيه وفي اطماع امام، وقدامك الصومال، قدامك الصومال سيطروا على منافذها، وعندك جيبوتي اخرجت الامارات، وعندك صراع على الموانئ، وعندك الامريكان على دخلوا الاراضي اليمنيه، وعندك الروس يشتوا اراضي، والبريطانيا تحب تعود. يعني ابناء المناطق الجنوبيه سيكونوا مثلهم مثل الهنود في السعوديه. طيب لو سمحت، يعني في هذا السياق، لحظه لو سمحت، لانه حدثنا كثيرا طيب دكتور حول المناطق الجنوبيه. لا لا مهم في مهم السياق. مهم جدا، لانه الهدف من هذا الانفلات هو ايجاد العسكري، هذا مفروغ منه. انا يعني الان اتكلم معك ما هو اخطر من العسكري، العسكري للمقاومه. نعم. شرسته الرجال اليمنيين، اليمنيين معروفين بالقتال. ما هو الاخطر؟ الاخطر هو هذا الانفصال النفسي والاجتماعي، هذا على المدى البعيد. طيب على المدى البعيد الان يزرع، مو على المدى البعيد، يعني ستظهر اثاره على المدى البعيد. الان عندما طرد ابناء المناطق الشماليه، وعندما يوقفونك في الخطوط الفاصله. نعم. وعندما يقول لك انه ابناء القبال القبيله الفلانيه على التخوم هي التي تركت الحوثيين يقتلوا اهلهم، سيترك واذكرك الان واذكر جمهورنا، سيتركون ارتكاب مجازر من قبل الحوثيين بأبناء مناطق الجنوبية. دكتور، هناك لأن من يقول أن هذه الأمور بمجرد وجود قرار سياسي ستذهب، والدليل أن هناك يعني قوات طارق صالح موجودة، وليست هناك مشكلة كبيرة في سياق تعامل معها. أنت الآن فجرت قنبلة في هذا الأمر مطروح من قبل. لا، أنت فجرت قنبلة، أنت تقول لي قوات طارق صالح، ما قلت ليش الجيش الوطني، قلت لي قوات طارق صالح. يعني هي يعني ليست معترف فيها دولة. هي ليست معترف فيها من قبل الشرعية. جميل. لكن في هذا يعني عبارة انه هذا دول التحالف خلقت لنا حزم امني، نخبة، قوات صالح. اين الدولة؟ اين من اجيتم من اجله؟ قلتوا لي جيتم لاستعادة السلطة الشرعية. طيب الان معي قوات صالح، قوات عيدروس، قوات شلال، قوات. لكن هي الفكرة اليوم، يعني هذه الحلقة ليست لتقييم اداء التحالف، لذلك انا اتحدث اليوم عن الحكومة الشرعية في سياق تعاملها مع الواقع اليمني وتعاملها وصمتها على ما يحدث في الجبهات العسكرية في الضالع وغيرها. لكن إذا ما تحدثنا عن الضالع والبيضاء، هناك أيضا ما يجري في تعز. هل منطقي تعامل الحكومة؟ كيف يجب أن تتعامل بشكل أكبر؟ أنت استفزتني يعني. تفضل دكتور. نطلب من عبد أنه يصال. هذولا أتباع، يعني لا تزعل مني يا دكتور، لأنه في نهاية المطاف اليمن في كل القرارات الدولية الذي الآن تصدر بوحدة بسيادة اليمن وقرارات سيادية. دعنا من المغالطة. لا أستطيع أن يعني لا يستطيع اليمنيون أن يحاكموا التحالف مباشرة. سنحاكم هذه السلطة الخانعة، سنحاكم عبد الرب منصور هادي. يعني هذا الرجل يعني يا أخي لا يعني نحن نحافظ نتحدث بكياسة. من الذي أوصل لما تقول لي السلطة ما بستفعل؟ إذا كان رئيس الوزراء يقول لك أنا ما ليش دعوة في السياسة، وإذا كان مش قادر تحرك في عدن، وإذا كان وزير الداخلية مش عارف مين، وإذا كان كل تعيينات عبد الرب منصور هادي اللي يعينهم ينتفضوا عليه، وإذا كان هو غير قادر على أنه يحمي نفسه، كيف بيحمي شعب؟ بالتالي وإذا كان هو لا يستطيع العودة لعدن، ونائب الرئيس لا يستطيع الدخول لعدن أو تعز. دعنا من هذه يعني الآن نحن نبحث عن كتلة وطنية في الداخل اليمني، كتلة تعدل تعيد الصياغة. أما نحن الآن يا أخي، أنا قلت لك في أول الحديث، أنا من أول أتكلم بنوع من الهدوء. لما يكون رئيس جمهورية مرتباته يعني لما عقدوا الاجتماع في سيون، قاموا قصفوا النفط عشان يبعدوا، ما يكونش عندنا مداخيل. يعني لم يكن، لماذا لم يعني، هل عدن هذه خطيرة؟ هل عيدروس والنخب هذول مرتزقة؟ هل لو قالت لهم الإمارات يعقد بيقولوا لا؟ يا أخي يكون منطقيين، هؤلاء مجموعة مرتزقة. لا يمكن لمرتزق إلا أن يكون عبدا، لا يمكن لمرتزق يتخذ موقف وطني مع الجنوب، ولا يمكن يحمل الجنوب. بالتالي كان تستطيع أن يعقد البرلمان في عدن، لماذا لا يرفضون؟ هل عيدروس مثلا هذا البطل القومي يعني هو سيقول لا ولا شلال؟ هذول مجموعة مرتزقة مرتهنين الإمارات. بالتالي نحن أمام معضلة تاريخية صعبة. أصبحنا فاقدين القدرة الذاتية الوطنية على الدفاع عن سيادتنا. يعني بمعنى أنه حكومة رئيس جمهورية 4 سنوات في الرياض ويصحى منتصف النهار، رئيس حكومة يعني أجمل ما فيها جبنا لبسه يعني وكذا وشياكته وكذا، لكن ما له دعوة في السياسة، وزراء مش عارف أنا معرفهمش،
أعضاء برلمان أوكي ارتكوا عملوا خطوة إيجابية واجتمعوا، عليهم أن يستمروا في الاجتماعات وألا يستلموا مرتبة من السعودية وألا يستلموا، يعني عليهم أن يبحثوا عن استقلال. لكن رئيس جمهورية موظف مع السعودية، أعضاء برلمان موظفين مع السعودية، رئيس حكومة موظف مع السعودية، مجلس انتقالي قريبي موظف مع الإمارات، أعضاء شبوة ومهرة موظفين مع عمان، والحوثيين موظفين مع إيران. يا أخوانا، والمحللين السياسيين كل حسب الموضوع. علينا أن نحدث، أن نتوقف قليلا، لا يمكن أن نحدث تغيير. سلطة شرعية ميتة، سلطة شرعية فاقدة حتى لاحترام الجمهور، لأنه تعيينات مرفوضة. رئيس جمهورية، لو هو رئيس جمهورية حقيقي، يا أخي انزل أرضك، أنت مش رئيس جمهورية وشعبك يموت توقف لي في الرياض. لا يمكن لنا أن نستعيد دولة والرئيس في الرياض، لا يمكن نستعيد دولة وأعضاء الأحزاب السياسية في الرياض. يا جماعة بالمنطق، 4 سنوات ونقود الحوثيين ضعاف، الحوثيين يتقوى كل يوم، بيقصفوا صواريخ السعودية وبيهددوا الإمارات. الحوثيين الآن يغيروا الذاكرة الجمعية للنشأ. أنت في المستقبل ستجد جيل يؤمن بالحسين، يؤمن ببدر الدين الحوثي وكافر بالجمهورية. كلما ضيعنا يوم هم يشتغلوا على 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 يعني على الفكر. مش طيب، ما هو البديل الوطني الآن؟ البديل هو أنه من أجل التخفيف على هذه السلطة التابعة والخانعة، علينا أن نوجد بالداخل تكتلات، يعني التجار يوفروا حتى في أقل أشياء كحركة 26 سبتمبر. قد يكون خيال، لكن هذا الخيار. علينا أن نكون في الداخل، أن نوجد كتلة تاريخية، الأحزاب تتجاوز الخلافات وتشكل ثقل في الداخل وليس في الخارج، ثقل يعني تدعم. هذه نقطة مهمة، لماذا ليس في الخارج؟ لا يمكن لواحد في الخارج أن يحدث فراغ. الخارج فقط ليصل رسالة، بمعنى أنه أثناء المعارك الداخلية يكون معنا كم شخص يتحدث اللغة، عنده علاقات، مثلا في عندنا مجموعات شخصية لديهم الروسية، كانوا سفراء في روسيا أو في أمريكا أو فرنسا، هؤلاء يتحركوا لإيصال قضيتنا. الحوثيين تحركوا الآن عن طريق بعض الشخصيات المدنية وأثروا في الموقف الأمريكي، وبعضهم دخلوا في مجلة التايم، وهذا نجاح لهم بصراحة. حتى أنا كنت في ضيف على بعض القنوات، في مراقب، يعني بالمقابل هناك وزير الخارجية اليمني في مجلة الرجل، ويعني يعطي تصريحات عن ما يريده وما يحبه في سياق الأكل والفن وما شابه. نحن أمام، يعني لا توجد، يعني مجلة التايم موجودة، مجلة الرجل موجودة. لا لا، التايم بمعنى في شخصية دخلت في، طبعا وزائرنا بتاع الرجل هي خليجية، لكن في هناك يعني مجتمع دولي ولوبي دولي يخلق رموز، يخلق. الآن الحوثيين نجحوا في إيصال المظلمة الحوثية للأمريكان، خاصة في الحزب الديمقراطي مع ساندرز، يعني أوصلوا مظلمة، مش مظلمة، هم عارفين إنه ما فيش مظلمة، بس نجحوا في جعل الديمقراطيين يعني يمرروا المشروع، لكنهم يعرفوا إنه في انقلاب. طيب، في سياق كل ذلك ومواجهة كل ذلك دكتور، يعني بدقيقة أخيرة، ما هي الرسالة لهؤلاء اليمنيين؟ الرسالة لمن هم في الميدان؟ الرسالة الآن علينا، يعني في علينا أن نحدث حراك في الداخل، أحزاب سياسية تنتقل للداخل، وعلى اليمنيين أن يعتمدوا على الذات. شوف، ما عندناش إمكان، لأنه عبد الرب منصور هذه ما أعطاناش فرصة، الخليجيين كانوا أذكى منه، قففوا أي منابع للتمويل، يعني كيف ندير حياتنا من النفط والغاز والموانئ، يعني حرمونا من ميناء عدن ومن ميناء ومن مطار عدن ومن مداخيل، أوقفوا تصدير النفط. ليش؟ يخليك تنتظر المرتب. حتى جيشنا قبل حوالي 6 شهور كان عندهم أزمة فول، أزمة مرتب. لا يمكن لنا الآن، أصبح مصيرنا الآن ما عندناش حل إلا، وأنا أقول للشعب اليمني في الداخل، نستطيع أن ننظم الداخل في الإقليم وفي أمريكا، بس هذا في علم الاجتماع اسمه العقل. في جوانب تتجاوز العقل نستطيع نحدث تحول، والحوثيين أقولها وقد يغضب وقد يفتكرها بدعاية، أضعف من عش العنكبوت، الحوثيين سيغيرون أسماءهم وسيغادرون صنعاء، ولن تكون هنالك عودة للمملكة المتوكلية أو لجمهورية اليمن الإسلامية. أقولها بوضوح، شعبنا في صنعاء، هذول اللي يطبلوا سينتفضون حول هذا المشروع، لن يقبل الشعب المشروع. لكن الذي خبرنا هذه السلطة الشرعية التابعة والخانعة، وهؤلاء الوزراء المرتزقة
وعلينا كنخب أن نكون لدينا مواقف وطنية ونراهن على الداخل وعلى التجار اليمنيين. التجار اليمنيين لو سمحت أختم، التجار اليمنيين كانوا بثورة سبتمبر وأكتوبر كانوا داعم للحركة الوطنية، عليهم أن يوفروا للكتل الوطنية نوع من الدعم الذاتي الغير معلن، وكما كانوا يقوموا ثورة سبتمبر وأكتوبر بالدعم حتى يصبح اليمني عنده حتى برصاصة نقاوم، ولكنها رصاصة وطنية قاتلة وليست رصاصة حسب ما يريدون الخليجيين. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة يجب التنويه لأن طاقم المسائل اليمني يحاول التواصل مع ناطق باسم الحكومة وكذلك ناطق باسم الجيش الوطني، لكنهم لم يظهروا في نهاية المطاف معنا. في أمان الله.